بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، اليوم إن شاء الله سنطبق استراتيجية القبعات الست، وهي طريقة تدلنا على التفكير والإبداع وتغيير الرأي وقبول الرأي الآخر، ولكل قبعة معنى. والآن سنبدأ مع القبعة البيضاء والطالب فياض. حقائق المعلومات. اذكر لي حقيقة في درس الجار الصغير. شاهد عمر دخان كثير. ممتاز. من يذكر؟ كل يا عمر. أحسنت. كل يا معاذ. الأم قالت لم يرى أن تصنع. أحسنت. جار عمر. رائع. الدفاع المدني ليطفئ الحريق. إذن القبعة البيضاء معلومات وحقائق من الدرس. الآن مع القبعة الصفراء، على أي شيء تدل؟ إيجابيات. الإيجابيات، قل لي إيجابية في هذا الدرس. عاد صاحب المنزل. هذه إيجابية. وماذا فعل؟ شكر عمر. هذه الإيجابية، شكر عمر. الإيجابية الأخرى، من يذكر لي إيجابية في هذا الدرس؟ قل يا معاذ. سكر جار عمر. قلنا هذه الإيجابية، أيضا إيجابية أخرى، شيء إيجابي يعني شيء حسن في هذا الدرس. تفضل يا مسفر. الأم عرفت عمر الرقم. أحسنت. أتى الدفاع المدني يطفئ الحريق. هذا شيء إيجابي، لو لم يفعل هذا لاحترق البيت. ايضا عمر قام بموقف ايجابي، ما هو؟ قل يا عبد المال. هذا موقف ايجابي. احسنت يا عبد المال، اتصل عمر بالدفاع المدني. الان مع القبعة الحمراء، عن اي شيء تدل؟ انا عن اي شيء تدل القبعة الحمراء؟ ها، انت تلبس القبعة الحمراء، على ماذا تدل؟ ها، من يقول؟ الحب والكره. يا خالد، قل لي مثال على الحب والكره. أنا أحب عمرو لأنه اتصل على دفاع. ممتاز. مثال آخر. قل يا محمد. أتى الدفاع المدني يطفئ الحريق. لا، لازم تقول أنا أحبه وأنا أكره. أنا أكره الدخان. أحسنت. أكره الدخان. خلاص. قل يا عبد المالك. أنا أحب من الدرس. تحب من؟ أنا أكره النار. أحسنت. أنا أحب الدفاع المدني. أحسنت يا بطل. خلاص، يبقى عندنا الآن ثلاث قبعات. الآن مع القبعات الخضراء، عن أي شيء تدل؟ الابتكارات. ابتكر لنا شيء في هذا الدرس. اقترح، ابتكر اقتراحات وابتكارات. شكر الجار عمر. دي ايجابيه. انا عاوزك انت تقترح شيء مناسب لدرس الجار الصغير. اقتراحات. ماذا تقترح؟ اقترح ان تلاقي مكان عمر. تقترح أن لا تجلس مكان عمر. هذا اقتراح، نقترح اقتراح زين. قل يا عمر. هذا قبعة حمراء. اقتراح، نقترح ماذا؟ أتمنى أن يكون في كل حارة دفاع مدني. سقفوا لمحمد. هذا هو الاقتراح الجيد، يتمنى أن يكون في كل حارة دفاع مدني ليطفي الحرائق. اقترح اقتراح آخر يا معاذ. أتمنى بيت الرشاش يكون فيه إيه؟ تفاح، طفاية حريق. هذا شيء ممتاز. قولوا للمعاذ بارك الله فيك. يبقى القبعة الخضراء عرفناها، اقتراحات وابتكارات. الآن مع القبعة السوداء، أنت عن أي شيء تتحدث؟ النقد والسلبيات. انقد أي شيء في هذا الدرس. المدني. لو كنت مكانه لكنت ألعب في المنزل. هذه النقد والسلبيات، ما يحب شيء زين، يذكر دائما الأشياء التي لا يجب أن تكون.
أشياء سلبية نقد فقط. هذا الذي يلبس القبعة السوداء، تفضل. أنا لا أجلس مكان أمي. لا لا، لو كنت مكان أمي لم أطلب من عمر أن يتصل بالدفاع. ليه؟ هذا سلبية ونقد. قل يا عمر يا خالد. لا اهتم بالحريق، هذه السلبيات نقد، فهمنا؟ الآن مع القبعة الزرقاء، عن أي شيء تدل؟ ها؟ تدل على عن أي، من يعرف؟ قل يا ماجد. التنفيذ. تدل على التنفيذ. شو نفذناه في هذا الدرس؟ اتصل عمر قالت الأم حق عمر أن يتصل بالدفاع المدني. هذا تنفيذ. ماذا أيضا؟ أحسنت يا عمر، رائع، شكرا جار عمر. هذا تنفيذ. ها، من يقول ليش تنفيذ آخر؟ ها، قل يا براء. هذا كل شيء نفذناه في هذا الدرس، وهكذا نكتفي بهذا القدر. فهمنا معنى القبعات السد. القبعة البيضاء تدل على، القبعة البيضاء تدل عن ماذا؟ حقائق ومعلومات. القبعة الصفراء إيجابية. القبعة الحمراء الحب والكره. القبعة السوداء، القبعة الخضراء ابتكارات. القبعة الزرقاء التنفيذ. وهكذا لو بدلنا القبعات تتبادل الآراء، يعني ممكن تلميذ يلبس القبعة الحمراء وبعد قليل يلبس السوداء، هكذا يتعود على تغيير الرأي والتفكير. وجزاكم الله خيرا، ومع استراتيجية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.